السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيب. شوفنا أندرس كود، هل تثبيت أطراف أصابع الأقدام واجب؟ تثبيت أصابع إيه؟ الأقدام عن الأرض عند السجود. تثبيتها يعني ترفعها عن الأرض يعني، ولا لمس الأرض، ولا إيه؟ مش فاهم. وأنا بشوف بعض الناس يعني بيرفعوها عن الأرض. يرفع رجله؟ لا لا يرفع رجله. لا يرفع؟ أيوه. الرفع ونزلها خلاص صلاة صحيحة، لكن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يسجد على سبعة أعظم، فسرها العلماء وفسرت في بعض الطرق الجبهة واليدين والركبتين والقدمين.